الرحمن الرحيم مرة أخرى. هذه هي انطلاقة شوطنا التاسع وشوط ما يسبق شوط الختام في هذا اليوم الذي خصص لأشواطه المفتوحة وأشواط الثنايا. ونتقدم بالتهاني والناموس لمن انتصر بالشوط الرئيسي، وكانت هيبة صاحبة الشوط الأول بهجن الشيحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان كان مغادر بهجن الشيحانية ومع محمد بن خالد العطية، بينما أفضل توقيت كان مع السمحة لهجن الشيحانية، وهذا التوقيت أمامكم على الشاشة في الشوط الخامس 8:09 52 جزءا من الثانية. تهانينا لك يا العملاق. أيها الحفل الكريم، نسير وإياكم إلى مقدمة الشوط ونلحق بركب المقدمة، وهذه هي نجدة. نجدة في مقدمة الشوط، نجدة لهجن الشيحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما اللي تليها بالمركز الثاني وهذه التي وصلت في هذه اللحظات، هذه شعلة لهجن الشيحانية وشعلة تعود ملكيتها لهجن الشيحانية وشعلة يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، بينما اللي تليها بالمركز الثالث أيضا هي تابعة لهذه الهجن، هي تابعة لهذه الأسطورة، هي تابعة لهذه الإمبراطورية الكبيرة، وهي هجن الشيحانية، بينما اسمها العنود مع سلطان بن محمد، أو منوة لهجن الشيحانية مع محمد بن خالد العطية اللي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر، وهذه هي الشاهنية أيضا لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل لنتابع المركز الخامس، ننتقل لنتابع خامس الرموز، وننتقل إلى من وصلت في هذه اللحظات، وهنا يدفع بأربع أسهم، يدفع بأربع أسهم العملاق. هذه وصلت، هذه ضي لهجن الشيحانية، ضيع المركز الرابع لهجن الشيحانية، أوفي لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. وفي المركز الخامس منوة لهجن الشيحانية، ويضمر منوة السيد محمد بن خالد العطية. هذه هي النتيجة في هذا الشوط، في الشوط التاسع، في 5 كيلومترات، رحلة في بداية الموسم ربما تكون رحلة قصيرة، لكنها رحلة التجهيزات وطور التجهيز. وأشواطنا اليوم رحلة في رحلة وعدة رحلات في هذا اليوم، في هذا اليوم. أتمنى التوفيق في هذه المسيرة لكل المضمرين ولكل المشاركين العانين والقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي. وهنا الهدف هو الفوز، الهدف الانتصار، الهدف الانتصار، الفوز والناموس طعمه غير دائما، الناموس طعمه حلو يا اخواننا يا مضمرين. في هذه اللحظات نعود بكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى نجدة باحثة عن الفوز. نجدة في مقدمة الشوط، وهنا أيضا محاطة بالخطورة من نفس الشعار مع أربعة أسهم، هنا مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ويضمر الأربع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم نجدة ويقدم شعلة ويقدم أيضا في، وأيضا هناك الشاهينية يضمرهن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. منوه وصلت في هذه اللحظات، تليهن مباشره منوه تتمنى الفوز، نتمنى لها الفوز، ونتمنى لكل المضمرين الفوز، ونتمنى لكل المشاهدين حسن المشاهده في هذه اللحظات مع هجن الشيحانيه، مع امبراطوريه الشيحانيه الكبيره دائما. هنا المضمر محمد بن خالد العطيه، وصلنا في هذه اللحظات اسم جديد، وصلنا ضيف عزيز، وصلنا في هذه اللحظات احد الضيوف الاعزاء على الخمسه مراكز، ضيف على النداء،
ضيف وهي الشاهينية لهجن الشحانية. المضمر سالم بن فاران المري قادم على المركز الخامس. يا هل ترى أين يذهب هذا الشوط؟ أين يذهب هذا الشوط؟ مع من من إحدى المشاركات؟ مع من من إحدى الفائزات في هذه اللحظات؟ هذه شعلة، شعلة تشعل المنافسة وتشعل نار التحدي في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط. بينما في على المركز التالي تتغير الأمور من صالح في، بينما منوى تراقب الموقف، تراقب الحدث، تراقب اللحظات بالكيلومتر الأخير. في هذه اللحظات مع الكيلومتر الخطير، بينما منافسة عنابية أصيلة قوية مع 10 مراكز تجمعا في موقع واحد. وهذه في بدأت تنطلق بعرض تلقائي، وأيضا شعلة شعلة شعلة. هناك لديها رأي آخر في تنافس شريف، في تنافس نزيه في هذه الرياضة. وهذه نجدة، نجدة 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 من الجانب الآخر على المركز الثالث، أيضا تدخلت في هذه اللحظات، وتدخلت الشاهنية مع هجن الشحانية. المضمر سالم بن فاران المري اشتدت المعركة في هذه اللحظات، والكل لم يصدر التعليمات، الكل لا يصدر التعليمات، الكل ينطلق، الكل يذهب مع في، الكل يذهب مع في. العصاقوس انطلقت بعرض تلقائي، اندفعت بعرض جميل، ذهبت بعرضها الممتاز على مقدمة الشوط. الله يا في، الله يا في، الله يا أيتها الجميلة، الله يا أيتها المبدعة في هذه اللحظات. في في مقدمة الشوط، في تنفرد بهذا الشوط بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات. 400 متر الأخيرة، 400 متر الخطيرة، وفازت في، وفاز العملاق وانتصر العملاق في هذه اللحظات. وشكرا لك يا العملاق، شكرا لك يا العملاق من الأعماق، شكرا لك يا العملاق من أعماق القلب على هذا، على هذا العرض، على هذا التجهيز، على هذا التضمير، على هذه العناية في بداية هذا الموسم، موسم خير بإذن الله. موفقين جميعا في هذا، في هذا الموسم الجديد. وهذه في وصلت بخط النهاية إلى خط النهاية بأمان وسلام، وصلت إلى خط النهاية بأمان واحترام. تهانينا لهجن الشحانية، وتهانينا لك يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلتنا الجذابة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. المركز الثالث شعلة لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع نجدة لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس وصلت المناء ومن أهل هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العضية. إذا شاهدتم أمامكم الآن هذه في، فازت في هذا الشوط وانطلقت وتطوي الميدان طي. هذه في اللي فازت في هذه اللحظات لهجن الشحانية بدون أي تعليمات. المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. لحظات الوصول، لحظات التوقيت المميز، 8:14، 22 ثانية. تهانينا للعملاق المركز الثاني. المركز الثاني وصلت الجذابة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، 8:15، 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصلت شعلة لهجن الشحانية وتوقيتها الزمني 8:15 و10 أجزاء من الثانية. تهانينا لكل الفائزين.